وأنا عدو رئيسة السابقة لبرازيل حتى 2016 ديلما روسيف، وانتخبت هي بالإجماع للبنك الجديد للتنمية البريكس حديثا. أيها السيدات والسادة، يا فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، يا أصحاب معالي وفخامة، يا فخامة رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر، أيها السيدات والسادة رؤساء وقادة الدول والحكومات، أريد أن أبدأ بالشكر على هذه المبادرة بين روسيا وبلدان إفريقيا، وهذه المنصة جديدة التي سوف تمكننا من بناء عالم متعدد الأقطاب أكثر عدالة. اليوم يواجه العالم الكثير من التحديات والأزمات، وعلى ضوء هذه الظروف غير المستقرة نحن قطعنا أشواطا في سياق جائحة كورونا التي اجتاحت الدول النامية. نحن نواجه أزمة الدين، فإن سياسات التيسير في البلدان الغربية، ونحن نواجه أيضا أزمات في مجال المناخ. فالاقتصادات في الدول النامية أصبحت لاعبين ذوي الصيت، والبلدان في بريكس تمثل 40% من تعداد سكان العالم، فربع الناتج المحلي المالي العالمي هي تعود إلى دول بريكس. فإن مكانة اقتصادات دول بريكس مرموق، ولا يمكن مقارناته حتى مع اقتصادات دول مجموعة السبعة. فإن سياسات التسيير هي تؤثر على دول النامية، فإن استخدام العقوبات للأهداف السياسية ومحاولات توسيع الفضاء القانوني لدولة ما إلى الخارج لا يحول حتى مشكلة واحدة، بالعكس يدهور المشاكل والمسائل العالقة، وذلك جلي وباين في التداعيات في مجال الأمن الغذائي. نرى ذلك أيضا أثناء قمتنا التي تناقش ليس فقط القضايا الاقتصادية بل الإنسانية. البنك التنمية الجديد لبريكس الذي يحتضن أيضا مصر، الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش، والبنوك التنمية المحلية الأخرى، هي كلها تدعم مبادرة تنمية البلدان النامية في كافة أرجاء العالم. فهي يمكن أن تستخدم العملات الوطنية في تسوية المدفوعات، ذلك أداة استراتيجية في مجال إيجاد توازن في إيجاد وإنشاء المنظومة العالمية العادلة متعددة الأقطاب. فإن بنك بريكس الجديد تأسس قبل 8 سنوات في سنة 2014 في أثناء قمة بريكس في فورتاليسا، وسنحت لي فرصة لمشاركة في عملية تأسيس مع فخامة رئيس بوتين، لأن البنك تشكل بإرادة 5 دول الأعضاء في بريكس، فذلك البنك يسمى ببنك بريكس، ولكن هو حقا تجاوز هذا الحد ولا يقتصر فقط على هذه الدول. فإن البنك الوطني للتنمية
لديه قدرات لادخار الموارد لتهيئة المشاريع البنيوية في مختلف الدول للاستثمار في البنية الاجتماعية، إنشاء المدارس، جامعات، مؤسسات صحية طبية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية الرقمية. نحن نعرف أن الثورة الرابعة الصناعية والتكنولوجية ستتطلب من الدول النامية تغيرا، بمعنى عليها أن تشارك بطريقة جديدة في عمليات الصناعية الجديدة. لذلك لا نوافق على أن نكون منصة استهلاك المنتجات للشركات الكبرى في مجال المعلومات الرقمية. نحن نولي أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في الدول النامية ومشاركة اقتصادات الدول النامية في هذه العمليات. نحن في بنك بريكس نرى في ذلك مهمتنا الأولوية، ونحن نشاطر فكرة تكون أعمالنا تستهدف وتسعى إلى ازدهار ورفاهية شعوبنا والتنمية المستدامة والحد من تهديد الجوع والفقر. علينا أن نقضي على هذه المشكلة في بلادنا. نحن نعمل على أساس أسلوب متعدد الأطراف، فيعمل البنك من أجل نقل ومشاركة الخبرات القائمة والممارسات المتقدمة للتنمية التي بلورتها حكوماتنا. فبنك بريكس للتنمية من خلال تقديم القروض لا يتوقف في ذلك على الظروف الخارجية. فالدول النامية عادة تعتمد على اللاعبين الخارجيين، لذلك تعانون في القرون القادمة. لذلك نحن نريد أن نوسع طيف تأثير لهذا البنك على الدول النامية. نسعى إلى تنويع أعمالنا وخطواتنا إلى تعزيز البنك كمؤسسة لدعم دول الجنوب العالمي. فالدول النامية وخاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية هي شركاؤنا الاستراتيجيون. لذلك نحن نوسع تشكيلة المساهمين في بنكنا، كما نوسع أهمية مشاريعنا التي نمولها. ونحن نريد إلى توطيد أقدامنا في المناطق الأخرى. نريد أن نتعاون عن كثب مع جميع الدول الأعداء في البنك. نود أن نبحث عن شراكات مع الدول، ليس فقط العمل على المشاريع. نريد التعاون مع القطاع الخاص في المشاريع ذات أهمية كبرى. إضافة إلى ذلك نفضل أن نحصل على العائدات والأرباح في أسواق مختلفة وبعملات مختلفة. فبنك بريكس للتنمية سيحصل على مالي في أسواق مختلفة بعملات مختلفة، ليس فقط بدولار أو يورو. يعني بمختلف العملات للدول التي تصنف بالدول النامية. نود أن نزيد حجم المعاملات بعملات وطنية كي نقوي الأسواق الداخلية للدول الأعداء في البنك. نحن
نعتقد بأنه من المهم زيادة حصة الاستثمارات الخاصة. نظن أن مشاركين في بنكنا عليهم ألا يعانوا من المشاكل التي تظهر في الأسواق الغربية، لذلك نحن نحدث نظام تسوية المدفوعات متوفرة لدينا، فنريد أن نخلق مصادر جديدة للإيرادات كي تحصل البلدان على الاستقرار. نحن نعرف الآن أن التمويل من خلال العملات الوطنية يقارن بتقريبا 20% من كافة المعاملات في إطار البنك، وفقط ثلث من معاملات للبنك في الصين تجري بالعملة الوطنية. فإن برنامجنا لسنة 2022-2026 تقتضي بمشاركة 30% على حساب العملات الوطنية. فألفت انتباهكم إلى الاستفادة من العملات الوطنية، أحد أهم الأولويات لنا في بناء هيكلة جديدة للعلاقات المالية في العالم. لا نتحدث عن أنه علينا أن نستبدل العملات، كلا، علينا أن نوسع طيف العملات الوطنية المستخدمة وتوسيع البنية المالية. فإن الدول في القارة الأفريقية، في آسيا، في جنوب أمريكا التي تعاني من تداعيات، والتي لا تستطيع أن تجد توازنا في اقتصاداتها، مثلا فيما يخص نسبة الفائدة، نحن نريد أن نتجنب ذلك، نتجنب الظواهر التي لا نستطيع أن نسيطر عليها. فالبند الثالث المهم للبنك بريكس للتنمية هو تنمية البنية الاجتماعية والشمول الاجتماعي. لا نعتقد أنه من الضروري فرض آرائنا وأفكارنا على الجميع. نحن نستوعب مشاريع مختلفة في مجال التنمية والحق السيادي لكل دولة في تحديد مصيرها. بنك بريكس للتنمية يريد دعم المشاريع من شأنها تقريب الهوة الاجتماعية بين مختلف طبقات، وهو يعمل على تحسين مستوى معيشة في البلدان. لابد من إيجاد مشاريع بنيوية جديدة كي تصب في مصلحة ذلك. فقد وافق البنك على 98 مشروعا في الدول الأعداء بمقدار تقريبا 35 مليار دولار أمريكي. نحن نتعاون مع البنوك إقليمية مختلفة، مع بنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومع البنوك الأخرى التي تعمل في مجال التطوير الاجتماعي والاقتصادي. نتعامل مع الاستثمارات الخاصة، ونعتقد بأن عملنا المشترك يمكننا من تنفيذ المشاريع البنيوية واللوجستية من أجل زيادة مستوى المعيشة في البلدان. أنا على يقين من أن بنك بريكس للتنمية وجميع الدول المشاركة فيه ستصبح اللاعبين ذوي مكانة
وكلمة حاسمة في المعاملات. وفي هذا السياق قمتنا هذه تأتي في وقتها، وهي تعطي أجوبة على المسائل أمامنا من أجل تعزيز التعاون بين دول النامية وفي مصلحتها. اليوم يتغير عالمنا ويواجه التحديات وتهديدات مختلفة، فنحن نستطيع معا أن نرد عليها ونستجيب لها. وبدون السلام لن يكون هناك استقرارا، وبدون استقرار لن يكون هناك تطورا بمعنى المستدام. وبدون التطور المستدام لن يحقق العالم أي اتفاقيات من شأنها تحسين جودة حياتنا والتواصل إلى الاتفاقيات.